اسمعوا هذا الحادث. ذهب رجل من المشركين يسمى تمامة بن عفان ومعه سيفه ودخل المدينة ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل المدينة فظن انه على حين غفلة من اهلها، ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمحه ببصره النافذ، فذهب اليه وقال: الى اين يا تمامة؟ وهو يعلم انه مشرك. فقال له المشرك بصراحة العروبة: اذهب ليقتل محمدا. تقتل محمدا؟ نعم. اتدري من تخاطب؟ تخاطب عمر بن الخطاب. اخذه عمر ولببه بثيابه وربطه في سارية من سوار المسجد، ورفع عمر بن الخطاب تقريره السري الى رسول الله. رفع اليه التقرير بان هذا المشرك جاء ينوي قتلك يا رسول الله. ودخل النبي المسجد ورأى تمامة مقيدا بالقيود مربوطا في سارية من سوار المسجد، فنظر اليه الحبيب المصطفى ثم نظر الى اصحابه، وعمر على حر من الدم في انتظار الاوامر بالاعدام قتلا. الى عمر وقال له: هل احضرتم له طعاما يا عمر؟ سؤال عجيب يعطي الجلادين درسا لا ينسونه. الجلادون الذين كانوا يحضرون النساء في السجن الحربي وينتفون شعرهم الداخلي بايديهم: هل احضرتم له الطعام يا عمر؟ قال عمر: لا يا رسول الله. قال الرسول: يا ابا هريرة، اذهب الى امهات المؤمنين واحضر له قدحا من لبن. وكنا نمكث الليالي ثم الليالي في رمضان لا نجد طعام افطار ولا سحور الا في اكوام القمامات، والويل كل الويل لاعداء الله. وجيء باللبن ونفذت الاوامر، وقال الرسول: حلوا قيدا، اشرب يا تمامة اللبن. وبعد ان شرب اللبن قال له الرسول: اسلم يا تمام. قال له: لا يا محمد، اسلم. قال: لا يا محمد. عمر الان يتغير وجهه وتغرورق عيناه وتنتفخ اوداجه، ويريد النبي ان يشير لينفذ الاشارة: اسلم يا تمامة، لا يا محمد. فيقول الحبيب: اطلقوا صراحة. وعندما يطلق صراحه يعود بعدما مشى قليلا ويقول للنبي: اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. فيقول له الحبيب المصطفى: فلماذا لم تسلم عندما امرتك؟ فيقول: يا رسول الله، خشيت ان اسلم وانا تحت يديك فيقول الناس اسلم خوفا من محمد، ولكنك لما اطلقت صراحي وعلمت انني حر طليق اسلمت ليكون اسلام ابتغاء مرضات الله.